سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، يعني إلهي بأنكم هذنينا مساجدك يا مدرسة داس مركزك إسلامي قاين نقصو كل ميي، يعني الله عسى جل وعلا محله رنتي وددال دين يدو حنوكولاني و دالك الدين تنا مارك تاني هواني الرقبة وان هو ذا السمنة هاي شدا هو شيخ كده واجي دال مدوس وصعدي أيان أنا كان ما أنت لنا وقول يا رأين إلى هاي ونوافجيو إن أنا جلس وقيب قلنا وقبل ما ركت أنا مسلم هذا أو مؤمن هذا إسحل قاضي أي دالك الدين تقيبت كجا أدن أي ودداليين وتاغنيهين وانا رنتي وددال آدن لو ما هدية متايستي محايا لي إلهي جل وعلا إساقا إنو دورت الدين تا إنا كوضا شقينو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. آية داسي وحي كتها على سورة التوبة وحي إلهي جل وعلا وكور رميا صفاتك أي ليهين داتك أهل الإيمانك هذي اللبيهين يهدي لدقايهين ورقى مؤمنين تا يهوينك مؤمناتك صفات أوه الرئيس إلهي كو أماني وحويان إني يهين داد إزقر قارسدا ويتعاون يانو دحضو دا تعاون باكا دحينا يا وإزقر قارسنا يان قعمها إسقبسنا يان وذي فضا أغوها الرئيسة نكا مؤمن كا يهوين إذا مؤمن أدو إسكو كالميسنا يان إلهي جل وعلا إساقا نوشي قو حيولي وادتك أو ونا قل فرو حماها أو لغر يبو صلاة أي أوغيان زكاة أي لا إيمانيان الله رب العالمين وي أضاعيان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وي أضاعيان كوى صلاة لا إلهي أن حريصنا يا بي إلهي يلي ابن عباس الله رالك النغذي سيدي به بمركو كهلا يأمرون بالمعروف حيري رأس المعروف معروف كما ركتاني رأس جيسو وحويان وعدتك آيال لغو يريا توحيدك رأس المنكر نوى الشرك قويان شرك قايا أمد كرابيان رأس المنكر وحليح منكرات شريعة الإسلام كو أي رابتي إنكرتي وحككو أمارك تاني والشرك بالله إلهي الله شريك يالو وحليح وناقى معروف دين تينا معانا أي نفرتين وحككو وعددك أمارك تاني اللوغو يرى لا إله إلا الله ددك اللوغو يرى إلهي كليقي إني وحيدان marka wadiifada ugu horeysa gabadha muuminada iyo ninka muuminka isku kaalmeysanayaan ilaahay waxa uu noogu sheegay inay tahay maaragtane wanaago oo dadka la faro xumaha oo laga reebo ummadana ilaahay diinta dadaalkeega asaga u doortay oo nabigeena muhammad alayhi salatu wasalam maadaama ilaahay uu ka yeelay nabiga nabiyada ugu dambeeyay mas'uuliyadda diinta ilaahay ummadan haweenkana uu saaray ragana ilaahay jalla wacala waa saaray dumarku diinta makaanad weyn bay ku leeyihiin. Qur'aanka marka la eegay suurad ragga loogu magacdaray qur'aanku ma sheegin, suuratu rijaal qur'aanka kuma taallo, laakiin suuratu nisaaba qur'aanka ku taalla oo xaqa haweenku ay leeyihiin ayaa ilaahay jalla wacala kaga warramaya.
قرآنك وحاك الله لغو شاكي سورة لغو مقع دري نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سورة محمد وحاك الله قرآنك لغو شاكي سورة نوح وحاك الله قرآنك لغو شاكي سورة هود سورة دا أي أجر أنبياء لغو مقع دري مكالي قد بامي كذلك مريم قرآنك لغو شاكي سورة مريم مريم ما هي المعركة النبي بيها الأوران كريمه لكن قبر صالح هذا ونقسم بيها وإلهي تبارك وتعالى وكو إلهامي قلب جيدا إن إلهي أمر كيسا إنتي قادو أي إلهي أضيعدو دان نجد كيغان اللغو أبورو شخص بن آدن أو بلا آباء مريم البطول بل أرجري مريم البطول البطول وحي علم ذكو معنى يعني واتي إلهي تبارك وتعالى طاع ديس أولا قاضي أبا بحد إلهي عز وجل إني لم ناجوتو إلهي أي رالي قلسو سيدي كل دلتين سورة آل عمران با إلهي نوغغا ورمي أبهد آل عمران امرأة عمران هو يديد آياء وحي أركتي مساجد دي قدس كتالو ومسجد الأقصى وكمد يهي وتعلينتي برشد دينتو أي كياراتي وحي أركان أمدي ومساجد دي كهجرون إيسا وعبادتي طاعتي كسي جلستو أدوية دي جلست مركي أركان أي النيدر وحي كوغش إلمها علوش إذا كجرة إني مساجدك أغدق دون توقف قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قرآنك إلهي تبارك وتعالى إنه شيء نذر وحيكو قشئين إلمها علوش إذا أيكو هايسو أي إلهي درت وقف أغدق إيسو أيضا لكن ويل بي في لنا إيسي وعادة وحاجر إيسا عادة سو جرينا إن إلهي النبي إذا أكسو سار جري مارك تاني الرقة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنبياء أردن با إلهي كشاقين الرقة هايان دادنا مركي إنان أيو دلتي واتي تري إلهو أنقو ويل بان موضي إنان دلي لكن إنان بان دلي إلهو إنان تا يدريد دادنا وحان كابر يا إنا ديغ إلا لسيد مارك تاني إبليس إنو تابتو وإن يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم إن أنت إبلتي إيه ذريت إيه أتكسو دحساري دونتو إله وحن كوي ديسانا يا إنا الشيطان إيه إلا لسيد وديغا مغان قلسيد بان كوي ديستي بيكوتو لمركا إله تبارك وتعالى دعا دي دواك أقبلي مريم أيا ماركتان أدلتي مريم إلهي جل وعلا وحكو أرزاق إني بش ماركتان نبي عيسى عليه السلام وحديث نبي صلى الله عليه وسلم وتلمام يواكيلها المكستة أو بشا شهدان كوا تابتا إبليس أو تابتا لكن مريم يأينا كيدا عيسى بن مريم إلهي باكا إلى اليوم التابا بالليل ولا ليال تن النبي عيسى عليه السلام آيادة بلشديس آيا آيادة بربارستيس آيا آيادة كرسينتيس آيا آيادة هيد آياد معنى قوى محيا علامة إلهي لغو قرت أيوها من بلشديس إلى ما ركتاني تربية ديسة إلى كرسيمة ديسة إلى درد ديسة إسوغو ير إلى هاي الرسالة انتو أدي بأودين تا أدرت أدرتي أي أمارك تاني آية دي المعجزة أهيد مريم مركا وحاي هاي قبر صالحة أو إلى هاي قلبي يجا إيمان وقليي أو إلى هاي جل وعلا النبي بن أو معصومنا أو بلا عبان إلى هاي علوشة أو كو أبوري لأن قرآنك إلى هاي وكاقور رمي سورة مريم قصدة أو دميستران سورة آل عمران ولاقاقور رمي مركا بركيد marka waxaan ku soo qaadanayna qisaskaas haweenku diinta islaamka makaanad weyn bay ku leeyihiin waa ka quraanka lagu sheegay suuradan oo lagu magac daray suuratu maryama habbiinana ilaahay wa tabaaraka wa ta'aala adeeyay tayib gabadha muslimada ee mu'minada ummadan ma aragtaan makaanadeed ugu jirtaan makaanad weyn bay gabadhu caalamka ugu jirtaa marwa hooyo marwa inan marwa walaal marwa naxaas weeyaan marka yartahayna waa inantaadii oo adiga ayaa dhalo aabuhu ubadkiisa inanta ayuu ugu jecel yahay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida caayisha waatay u sheegtay haweenay maskiinada ayaa caayisha u timiday deenna markaasay weydiisatay maaragtaane cunto saddex xabadood oo timir ayay siisay saddexdii timirta markii la siiyay haweenaydii maskiinadii xabad xabad intay qaaday hablaheyga u kala dhiibtay xabadii saddexaad markay damacday inay afka gashatana labadii hablood ayaa yiri hooyo xabadana noo gooyo noo kala gooyo nasi intee kala dallaacisay bay siisay
عائشة رضي الله عنها وحيتري فأعجبني شأنها هؤلاء إذا مسكين دا سد لبدا دا حبل أولاد بقنتي أي فرح قليي أو إياب قليي دا النبي عليه الصلاة والسلام بانو شاقي مركاب النبي قولي انت أبا جنة إلهي وقو واجب يبود هؤلاء نداس أما نارتي بإلهي كغفو قيي حديث كلا وكي نبي قولها صلى الله عليه وسلم لبها بلود إنك أود لطو ee labada kuriye ee barbaariya ila ay ka qaan gaadhayaan aniga isagu ninka jannada sidaas aan isku nahay bu nabi guud cali salaatu wasalaam laba wiil nabi guma oran laba hablood buu dhe laba hablood ega ilaahay uu siiyay laba hablood waa ugu yaraanba laba hablood baa ilaahay siiyay labada hablood buu koriyay kursintiina uu wanaajiyay tarbiyadoodii buu wanaajiyay ila ay ka qaan gaadhayaan deena markaa bu nabi guulay ninkaasi anigu jannada sidaas aan isku nahay sidaas marka haweenku diinta islaamka meel iyo makaanad ayay ku leeyihiin mar waa hooyo oo hooyada xuquuqdeeda nabiga ay noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waakii ninkii saxaabiga u yimid ee yidhi dadka ehelkayga nabi allow qofka iigu xaq mutaystay aanu ixsaan sameeyaa bal ii sheeg waa kuma markaabuu nabigu ku yidhi waa hooyo haddana mar labaad buu ku celiyay waa kuma summa ummuka buu nabigu hooyada haddana ayuu kale haddana hooyada markii afraad buu nabigu yidhi aabuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aabo marka afraad shan iyo toddobaatan markii la sheego boqol markii la qaybiyo shan iyo toddobaatan xuquuqdii waxa uu nabigu siiyey waa hooyada saddex jeer markuu nabigu yidhi waa hooyo ayuu nabigu markii afraad buu yidhi aabo Uwaysal Qarni ninkii la odhan jiray ee weliga ahaa ee ducadiisu mustajaabada ahayd maahayn saxaabiye taabici buu ahaa waxaa la yidhi ninkaasi nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa saxaabadiisa kuu sheego kusii yidhi imdaad alyaman ciidanka mujaahidiinta yaman ka iman doona waxaa la socon doona nin la yidhaahdo uwais binu caamir baa la socon doona oo qarana oo sumba min muraada ninkaasi waa nin jirkiisa baras baa ku dhacday barastiina ilaahay waa ka shaafiyey mawdicu dirham lacagta dirhamka meel la dhigo oo jirkiisa ku taalla in la eg bay kaga hadhay barastii intii kale ilaahay waa ka shaafiyey hooyo ayuu ninkaasi hayaa iyo hooyadiibu baari u yahee haddaad la kulantid buu nabigu ka yidhi cumar bnu khaaabow ninkaa waxaad ka tiraahdaa ilaahay dembi dhaafii weydii ka dhe cumar bnu khaaab allah raalli ka noqdee maalintuu nabigu arintaa u sheegay ilaa khilaafadii abibakar ilaa khilaafadiisii dadka xujayda yaman ka imanaya ama dadka mujaahidiinta ee xoojinta jihaadka u imanaya magaalada madiina jihaadka shaam baa markaa lagu jihaadayo loo baxayay inay jihaadka ka qayb galaan dadka u imanaya buu cumar intuu dhex marabuu odhan jiray hal fiikum uwais binu caamir uwais binu caamir may nagu jiraa uwais may nala socdaa buu odhan jiray dadna markaasay odhan jireen may nalama socdo haddana sanadka dambe kolkay yimaadaan xujaydu ay soo xajiyaan reer yamaneed ayuu cumar u tegay yuri odhan jireen ma nala socdaa uwais markaasay yidhaahdeen sanad walba cumar waad noo timaadaa uwais baadna weydiisaaye mid uwais la yidhaahdo oo maaragtaanay iska miskiina oo faqiira oo dadkan maaragtaana ishu qabanaysa aanan ahayn ayaa nala socday oo may isagii geelii aan wadanay iyo awrtii aan fuushanayn ayuu noo raacay oo maaragtaana buuraha gadaashooda ayuu geela ku jiraa markaasuu cumar soo orday waxaa la socday markaa cumar bnu khataab abalxasan caliy bnu abi taalib radi allahu canhu ayaa la socday dadna markay u yimaadeen cumar u waraystay ma uwais baa tahay ha uwais baan ahay banu caamir nacam bani caamir ibnu caamir ha min muraad ha uma min qaran ha markaasuu cumar weydiiyuu ku yidhi baras ma kugu dhacday ha ma ka bogsatay meel dirham la dhigo mooyaane intii kale ilaahay makaa shaafiyey ha hooyo ma lahaydo hooyada makaa dhimatay ha cumar bnu khataab ilaa uu yidhahdo ilaahay dembi dhaafii weydii oo seed ugu ogaatay nabiga noo kaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi uwais binu caamir nabiga inuu u yimaado waxa uu kaga mashquulsanaa waa khidmadda hooyada weeyaan marka hooyadu qiimo weyn bay diinta islaamka ku leedahay zubayr curwata ibnu zubayr baa la sheegay hooyadii baari buu ahaa ilaa la ogaaday inuu hooyadii baari uu yahay lagu yidhi curwow hal maalin adoo hooyada cunto la cunaya laguma arkine maxay ku dhacday noo sheeg wuxuu yidhi waxaan hooyadii cuntada ula cuni waayey baa nii sheegi luqmadda ay damacday in iyadu ay qaadato inaan ka hor qaato oon cuno oon caaqul waalidee ku noqdaan ka baqay buu yidhi balfirso maalintay ka dhimatay hooyadiina sida ilmaha yarba u baroortu u ooyey
مركاس اللي يقول إن شيخة ومحدث آيات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم باتقاناية محاد هو يدا قيري دسان وقوء ويسا قيري دو وحق ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم با أمده أي كسبرتي أبو بكر با إيا كسبران عمر با كسبران محاد هو يدا سدن وقوء ويسا عروو وعوده هو يدا أجش يدا لما قوء أجش وحق ويا ويدا ويدا ما تو إلهي بي هرتكتي لكن الباب الباب دي جنة اللوغة قيلا يبا ما أنت عنيك إيقا حرمي بيولي الباب كا إيقا حرمي أيان لقوة يا بول الأنتيس ما لنت هو يدي المها كدمته ملك باس مرة كده وقوي رادا الدون كان إله يو الدون كان إله يو تي أن سببتي إذا كوغن حريسنا إن كدمته عمل أن كوغن حريسنا ما أنت لقى بلا بعضي قول لك علي فضائل كهو يدو أي لا ذا هاي وحل قياس كرمها بل أبورك بني آذن كإلهي مركو كور رمعي لبي بيدقى إلهي تبارك وتعالى وحوه الرئيسية أنثابه الرئيسية أنثى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا بإلى حيله إناث أبورك الرقى وحوه إلهي كهر مريي أبورك هوينك دائما أفر صدى قرآنك سنة النبي إيه صلى الله عليه وسلم ما كانت وين بالدين الإسلام كأي هوينك دكتي أبدا مؤمنة دا marka xaqiina lama koobi karaayo laakiin makana dad islaamka ugu jirta booskeed ku jirta hooyadu waa macallimad inanta waa macallimad ugu waxa rag maanta adduunada joogo dhan in ka dhalay haday fiicnaadaan la in ka fiicnaanta uu sabab haday xun yiin in ka uu sabab baa la yiri kullu mawludin yuladu ala alfitra ilma kasto dhasha fitrada islaamku ku dhasha buu nabi guri laakiin ayaa yahuudi ka dhigaya waa hooyay aabow aya nasraani ka dhigaya waa hooyay iyo aabow aya majuusi ka dhigaya waa hooyay iyo aabow hooyay iyo aabana markii la eegay inta badan ilmuhu wuxuu ag joogaa waa hooyada weeyaan marka haweenku haday noo hagaagaan oo gabdhuhu ay noo hagaagaan waxay ka dhigantaa mujtamaac oo dhan ba hagaagi hal gabadh oo hagaagtaba la yiri oo saalixad noqota kullin oo awliyo saalixiina ayay u dhigantaa ba la yiri waayo kun kanina awliyada saalixiintu أولياء صالحين نس ما دقي كم دل كريان لكن قبضة مؤمنة يا صالح حد وقت كي جت وتربية دين سعيد سيدين علماء الإسلام ككمدة أي الله شيء جي هو يدي مرك أبيه وكد انتي أي هو يدي كدر السفر مرك أبي سهينا ويسي سوي كتير مجال هذا قالوا مجالس علماء أرضوا علمك كصبروا أخلاق دي كتربية دي سي بقى كنا قوة سفر كي الله سعودي aya habeenkii niman tuug intay dhaxda u galeen ayaa dadkii la go'doomiyay qof walba marka wuxuu u lacag iyo dahab u haystay qarsanaya yarkii yaraa tuugii horeeyay qabtay ku yiri lacag maxaad wadataa lacagtu watay oo dhan buu sheegay balid lacagadu badan bay ahayd marka uu ninkii tuugii ilmi yaraa uu ka naxay yarow xoolaha intan leeg adeer maxaad iskaga sheegtay u qarsan weeyday marka uu hooyadii baa ugu tiri waligaa been ha sheegin haddaad been sheegtay ilaahayna uu ku nici bin aadanku uu ku nacayaane yarkii yaraa nimankii tuugintii waa la yaabeen lacag badan buu wataa weligii been ma sheegin muxuu been u sheegi waayey hooyaa ku tarbiyadaysa tarbiyadu aqalka kala yimiday ayuu mujtamaca la dhex socdaa aqalkana qofka jooga waa haweenayda weeyaan aabuhu inta badan dibadduu joogaa waa inanta waxa aqallada joogta aqalka maaragtaana toddoba wiil ay gasho toddoba wiil oo walaalaha guriga ay galaan hadday inan la joogin gurigaa basaas iyo darayo waa laga dareemi laakiin guriga inan keliya ay ku nooshahay iyo toba wiil walaalaheeda ay ku nooshahay gurigaas wuxuu ku qurux badan yahay waa gabadha weeyaan marka gabdhaha muuminaadka ee saalixaadka qur-aanka ilaahay ku ammaanay waa inaan dhaqanka islaamka ilaahay nagu ammaanay inaan raacno laynaga rabaa oo hadday hagaagaan mujtamaca hagaagiisu wuxuu ku xidhan yahay waa hagaagiina ininka weeyaan marka waa inaan ilaahay ka baqno weeyaan oo khaasatan zamankan maanta aan joogno waa zaman adag weeyaan zaman adag oo dhallinyarada welibana u sii daran gabdhuhuna wayba ka sii xag jiraanba waxaan ku badbaadaynaa marka inaan diinteenna qabsanno ilaahay inaan ka baqno ilaahay ittaqi illaaha xaysumaa kunt meeshaad doontaba joogo ilaahay ka baq ilaahay ka baq haddaad yaraantaada ilaahay kaga baqdid weynaantaada ilaahay noloshaada ku barakayn wixii adiga ilaahay ubad uu kusoo dhex mariyo dhanna barako yeelanaya barako gabadha saalixadee muuminadu mujtamaca dhan bay bedelaysaa iyadu
سيدة أوبا دينتو أي دشيبة لغابادو أي دشي أبو ماتر بيدين كرة سيدة أما صبري كرايو مسحين كرايو معوتي سي كرايو دركا كما بديني كرايو يسوي لكن هو يدين تاسو لما يودو غادن طوان أوبا بهارة كفر يساتو هو يدبا ليدي قيلو لو ودو غادن كرتا لكن دبابا غابادو ماركا أوبا هو غابادو درس كابس كو قيليا قيلو لوات كيسان كري ميسو هل كربنا غالا إلى قيلة الجوريجا ومات كيسان كران لكن قيلة الدبابا درجو ومات كيسان كران ويبقى ماشي الله قلت لك لين كسوغنا دانا فديان وأقل كدحلي دويان وحدين لين برايا المدارس لين يغفري المحاضرة لين يوجدين يا علماء لين يوعدين يا نوح ويا نوح كلامها إن قبل النقطة لدونا يا مربي أقل كيك كسو صارت علماء حفاظ القرآن تربية أوبت كوالكا كسو باحي سوى أقلكا أقلكا معلمة أبوين دحجوكت وهو يدي أبها ما المهو انت بدن هو يدو حريب للي هو يدا أبها عيالك أوكلا سوعيهين كوحبر شدا كفي عنا سيقار هو إلاليا كوحبر شدا كل تنا سيقار هو إيغا أو إلقار هو إيغا لكن هو يدو صدا ماها كأوكفي عن أوبت كيغا أوكو التعليم في عن أوكو أخلاق وناكسن إلا كأوكو أخلاق ليتا يدا حقيقة أوبتك وأوسي ميهينو مدول بيخ الاسكوار كهو يدو إنه يساق أوبتك وقو جعشا هاي هدو إلميه يقول يهي كحافظة وقل ليتا وحي أولانا يساهو يدو عيالك حافظة أيا حونو إنه كيغا حمينة يه إنه كيغا واك مجتمعا حافظة وقو أخلاق وناكسن ويان صفات كازوا صفات كهوينكو أي ليهين الرحمة الله الرحمن كان الرحمة باكو صفو بي وقو أسماد إلهي يساقالي يساقاشك مدعا مدعا وغر الرحمن هو يدنا الصفات عيكو صفوده وامحي والرحمة ويان ونبيه عليه الصلاة والسلام مالين بوارك دقال لقو جروه سلام المهي قالتو الله ابتكو دك ستي مركاب النبي صحابه دي كوده ايه هو ينيدا المهي انتي اللكا عبو دم يكو توريسا ما يا نبي الله كو توري ميسو مركاب النبي رسوده هو يدو المهي وقلنا حريسان ايسو ايا الهينا عدون كيسا وقلنا حريس بدا يهيب رسول كو يدي مركا الرحمة باكو صفي سنتين انكو marka madarista madarasada ugu horeysa mujtamaacnu ay ka soo baxayaan waa aqalka caadiga nabiga sallallahu alayhi wasallam hadaan noqono siirada wallahi madarisna ma jireen maahina ma jireen jaamacada diin laga barto oo laga soo baxana ma jireen raguna masajidka uun bay diinta ka baranayeen ninku wuxuu miskiidka ka bartana oo qaaday reerkiisa uun buu geyn jiray ummu aymin radiyallahu anha markii nabi maxamed uu wafaaday sallallahu alayhi wasallam abi bakr iyo umar baa isiri أم أيمن النوجي هن بوقنا وهن زيارنا سيد النبي وهو بوقن جري عليه الصلاة والسلام بركوا لي مادين بأم أيمن إسكو أيدي بركاس أم ليان إن النبي حسوسه عليه الصلاة والسلام لأن بركاس كبير هذا أم أيمن أي أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله ميانا دوجين الله أكتي النبي جينا وخير بلنت يدونك جوجتان كيسة بركابيت روان أجهي والنبي صلى الله عليه وسلم وحن أجهي إلهي أكتيسة إنه أخر بلانتا حق الله قام إنه أخر بلانتا إبان أغهي لما هو يعرقاس لكن وحال له هو يابيتري واركي نبي محمد إلهي نوغسو ديبيا وحيي السمادة نوغا إيمانيي النبي قال نوغسو ديبيا قائد وحيي ونغا قائد الله هو يابيتري وهويني دأوين لكن وحي قلبي يكو كحبنا مارك تاني وحيي علمي قال نبي محمد نوغسو ديجينيو إيه ملك الجبريل وكينيو دم النبي صحابة دي سدوشو دي وكو أخرينيو saxaabaduna nin walba intuu aayadu nabiga ka maqlo oo reerkiisa u geyn jiray ayay maaragtaanay ee la ooyeysaa cilmiga ka go'ay ba la ooyeyaan marka haweenkuna zamankii nabiga sallallahu alayhi wasallam ragooda iyo walaalahooda diinta ka baranayeen raguna masaajidda diinta ka baranayeen ilmuhuna marka hooyada dhabteeda ayuu diinta islaamka ku soo baranayay boqor بقردي إسلام كصومري كم ذاها في دول ودنا ذا ولبا شرق شرق العالم ودنا ذا عدد كصوبها أيه وحال لي بقر كاسي إنك يسيب عيدا نتوك حيستيب الجهاد كي بوبحي وصون غدا مركا بقر كي آدم مروجيسن بقردي بكتري ما أنت واد مروجيسن تام حاكو هلا يو مركا سو يري إنك يني با مجعيني يسمع الدين يلك كود بفتيو جهاد كيف الله سو جبيه و وونا بهدلني كاسي مركبات الوركاس صحمه هل قلنا غلا وركاس مال ما كدي هذا نبغر كيف وصو قالي
isagoo aad u faraxsan buu qasriga soo galay, qasriga boqortooyada. markaasay boqoradiisii xaaskiisii baa ku tiri, maanta farxad baa ka muuqatay, maxaa jira xaaji? markaasuu yidhi, inankeennii uu soo guulaystay, gaaladiina uu jebiyey, ghanimana uu la soo socdaayo galabtana uu soo galayaa. markaabay ku tiri, warkan dambaa saxa. markaabuu yidhi, warkii hore maalintii hore aan kuu sheegay waa adigii oad beenaysatee, kan dambe maxaad ku rumaysay? buu yidhi, maxaad si ogtahay bal ii sheegay. waxay tidhi, waxaan ogahay baa jiro adigoo aad ogeyn ood ka warqabin. waxaan ogahay inankeygaa curab maalintii caloosheyda uu galay, waxaan ka ilaaliyey afkayga luqmad xaaraana inaan geliyey, tidhi luqmad xaaraana. maalintii ilaahay uu iga soo saaray aan dhalayna, afartan baxay, haddeed wixii muddada ka dambaysa markaan naaska nuujinayana waan u weyse qaadanayay, tiro bisinkana waan u qabanayay. marka ilmaha tarbiyadiisii halkaa aan ka soo bilaabay inuu gaalo ka soo baxsadaa waa habeenkii xalay oo tegay bay tidhi, waa waxaan dhici karin. hooyadu waa taas. marka diin, gabdha waxaan u baahannahay diin leh oo iimaan leh oo asturan oo xishood leh oo guri jooga. muslimadda laga rabo baa la yidhi waa inay aqalkeyga fadhiisato. aabaheed 20 sano u horeysana aabaheed baa iyo xagga dambe ka fadhin baa la yidhi. 20-ka ku xigana ninkeyga ayaa intuu qaato aqalkiisii buu geysan oo aqalkaabay fadhin. intaa wixii ka dambeeyana aqalka saddexaad ee gabadhu ay leedahay waa qabriga baa la yidhi. saddexdaa aqal bay haweenku leeyihiin, aqalka aabaheed, aqalka ninkeeda, maalintay dhimatay ka bixiyo qabriga unbaa loo saaray. saa darteed khaari baa inaga muuqda, waa dadaalaysaan. haweenkii waxaa tihiin ininku maaratan madaarista iyo masaajid iyo culimmada iyo diinta danaynayay, laakiin imise haddana magaaladeenna iyo dalkeenna hablo walaalaheena dayacan maanta oo diintii noloshooda ay ka muuqan. marka inaan iskugu nasteexayno oon iyakana khayrka gaadhsiino, oonu ducayno, oon dacwada gaadhsiino, dadaalkaasi waa laynaga rabaa. هذا وبالله توفيق وصلى الله بشارو 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 هذه سفر لو قال جري برشة القرآن حتى وحد كبرا نيسا قرآن إيو علوم تنشري عدا هذيك أوجو قريكا إيو قوب تعد شقو دوكسيغا أولاينكا إي برشة القرآن كريمكا إيو شريعة الإسلامكا دروس تأو سيدة تحانها أوديو وحكامي دا برشة القرآن كريمكا إيو هيقادة علوم تنشري عدا إسلامكا تربية دا أولادة إيو لقد عربيغا haddaba iskuristu waa ay socotaa. hadan hore ugaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. hamuogaanin dugsiga onlineka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarulhijra.